موقع شبيه ان شاء الله بالموقع اللي احنا هنشرحه النهارده. اللي انت هتتعلمه في الكورس ازاي ان انا اعمل موقع شبه ده. هبتدي ابني الصفحه الرئيسيه بتاعتي، يعني هنا مثلا الصفحه الرئيسيه هيبقى بالشكل ده اهي، ماشي؟ ممكن ان انت تشوفها اهي واحده واحده. هنشوف ازاي نحط الحاجات دي كلها، نحط الاضافات دي، نعمل فوتر ده. هاجي هنا مثلا عند حملات السوشيال ميديا، دي تعتبر صفحه تانية من الصفحات. هضغط بالشكل ده، هشوف هنا ازاي. بص هنا هتلاقي ان احنا عاملين سلايدر بالصور فيه بتتعدد على حسب الحاجة بتاعتك اللي انت عايز تعرضها. هتبتدي ان انت تبني الصفحة كده ويبقى فيها برضو السلايدر بتاعك ويبقى فيها الخدمات بتاعتك بالشكل ده. بنينا الصفحات الأساسية بتاعت الموقع. هبني الكونتاك فورم بالشكل ده، ابتدي ان انا اعمل كونتاك فورم يوديني على ايميل معين. هنبتدي ان احنا نشوف ازاي ان احنا نعمل حاجة زي كده بالظبط. طبعا هاجي اعمل اللي هي الدروب داون منيو، دي اللي هي المنيو الفرعية من المنيو الاساسية. يعني مثلا هنا الكورسات، لو انا جيت ضغطت على اي كورس من الكورس ده، حاجة زي كده مثلا، يبتدي يطلع لي الموضوعات بتاعت كل كورس من الكورسز اهي. ليرن مثلا اوفيس، تعليم الاكسل، ابتدي ان انا ابتدي اشوف، ماشي؟ اعمل الشريط الجانبي ده ازاي واعمل الحاجات دي كلها ازاي. اختار اي حاجة، مثلا كورس الربح من الانترنت، ماشي؟ يبقى كل صفحة، كل قائمة من القوائم الفرعية ده اهي بتوديني على صفحة في قلبها مجموعة من المقالات. ضغطت مثلا على القائمة الفرعية اللي هي الربح من الانترنت، ابتدى ان هو حمل لي الصفحة، اظهر لي اللي هي المقالات اللي فيها. يعني هنا مثلا اهي قراءة المزيد، يبقى دي في مقالة اهي اللي هي افضل بديل لليوتيوب، في مقالة تانية، في مقالة تالتة، وهكذا، ماشي؟ ابتدى يحمل لي الحاجات اللي انا عاملاها. عاملين شريط جانبي، طبعا مدونة، دي هتبقى المقالات اللي هي هتنشط الموقع بتاعك بالشكل ده، ماشي؟ هتعلم ازاي ان انا احط المقالات دي، وازاي ان انا انسقها، ازاي ان انا اعمل الشريط ده. هي شايفين كده بيعدد لي المقالات، مقالة واحد، مقالة اتنين. اعرف مثلا ازاي ان انا احط الاضافات في الصفحات بتاعة المقالات. هقول له مثلا قراءة المزيد، بيبتدي ان هو يفتح لي الصفحة بتاعة المقالة، يبتدي ان هو ابني المقالة بتاعتي اهي بالشكل ده، احط الفيديوز، احط المعلومات بتاعتي، احط مقالات تكون متعلقة بيها، احط نبذة عني، وهكذا. يبقى هو ده الموقع اللي احنا هنبنيه النهاردة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل موقع ووردبريس احترافي. ازاي ان انا اعمل موقع من الاول خالص لحد ما يظهر الموقع بالنسبة لي بصورة احترافية، ويكون معاه مدونة عشان اقدر احقق الربح عن طريق جوجل ادسنس. طيب اول حاجة هعمل ايه؟ هي الحاجات اللي احنا هنستعرضها في الكورس بتاع النهاردة او في محاضرة النهاردة. اول حاجة ازاي ان انا هحجز الهوست والدومين. تاني حاجة انصب الورد بريس ازاي، تحديد قالب مناسب، وهنحدد لكم ايه هي القوالب المناسبة، تخصيص السمات العامة للقالب ده، تصميم الصفحة الرئيسية وعمل اللوجو، تصميم صفحات الموقع، تهيئة نموذج الاتصال، وتهيئة المدونة، كتابة المقالات، وتهيئة الويدجات، أهم الإضافات في وورد بريس، وآخر حاجة حماية الموقع. تابعونا إن شاء الله في الكورس بتاعنا، ماشي؟ لحد آخر الفيديو. الفيديو دوت أنا عملته إن هو يكون فيديو كامل متكامل، إزاي إن أنت تعمل تعمل موقع احترافي من الألف للياء. ان شاء الله رب العالمين نفيدكم بالفيديو ده. اللي عايز اي سؤال يعمله في التعليقات، اللي عايز شرح لاي برنامج من برامج الكمبيوتر او من حاجه خاصه بمواقع الانترنت، ممكن ان هو يكتبها لي في التعليقات وانا هعمل لها شرح مفصل. اتمنى ان انتم تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناه علشان نفيد ناس كتير كتير، وتساعدونا ان احنا نقدر نكمل ونعمل لكم شروحات كتير لكل الحاجات الخاصه سواء بالانترنت سواء بالكمبيوتر. نبتدي بقى ان شاء الله الموقع بتاعنا. هاجي المظهر واختار حاجة اسمها القوالب، واقول له اضف جديدا، اختار لي انا هضيف قالب جديد، وابتدي ان انا اكتب، ماشي؟ شوف هنا ظهر لك كذا نوع اهي من انواع القوالب. طيب ابتدي اختار القالب اللي هو استرا ستارتر سايتس دي، اهو ظهر اهو قالب اسمه استرا، تمام؟ وفي استرل.
طيب هختار اللي هو استرا ده، وبعدين اقول له تنصيب. استنى، بيعمل لي اهو جاري التنصيب. تمام، بعد ما اعمل تنصيب اعمل له تفعيل. تمام، دلوقتي عمل ان القالب اللي فعال معايا اللي هو القالب بتاع استرا. احسن حاجة في القالب بتاع استرا ده، ممكن هنا بص بقى بيقول لك زيارة للموقع، تقدر تشوف الموقع بتاعك. افتح الموقع كده شوفه، هتلاقيه اتغير ولا لأ. هفتح الموقع بتاعي، بص شكل الموقع اتغير غير اللي احنا كنا عاملينه. هو حط لك القالب بتاع الايه الاسترا ده. طيب انا لسه برضو ما اعتبرش عملت حاجه، انا يا دوبك حطيت القالب. ماشي، هنبتدي ان احنا نشوف اشكال كتير جدا من القالب ده. ارجع تاني على تمام. حاجه موجوده في قالب استرا ده ان انا عندي حاجه اسمها إليمنتور. ايه هو الإليمنتور؟ هو مساعد، ماشي، بيساعدك ازاي ان انت تنشئ القالب بتاعك بسهولة. يعني هاجي هنا بيقول لك شكرا تمام، واقول له البدء. ماشي، بيبتدي يعمل لك تفعيل لايه؟ للإليمنتور. بص اهي بيقول لك جيتنج ستارتر سيلكت بيج بيلدر، فهختار حاجة اسمها إليمنتور. الإليمنتور دوت علشان يساعدني ان انا انشئ القالب الموقع بتاعي بصورة سهلة. تمام، فتح لك الاليمنتور اهو بالشكل ده، فبيقول لك انت عايز تختار انه شكل بقى من الاشكال دي. ماشي، يعني انت هنا مثلا بيقول لك انا عندي حاجه اسمها اوت دور ادفنتور. ماشي، عندي هنا مثلا بص بقى اتفرج على كل واحد. يعني شوف مثلا هنا ايجنسي، دي منظمه اهي، تقدر ان انت يعني شوف الشكل اللي يعجبك اللي انت هتشتغل عليه وهيناسب ذوقك انت، هتبتدي ان انت تختاره. طب انا عايز اختار الشكل ده، عايز اختار الشكل ده، ابتدي بقى انزل اشوف المواقع. هتلاقي شوف حاطط لي مواقع كتير جدا، هي عايزه مثلا موقع زي ده، شكل زي ده. ماشي، ليرن داش اكاديمي، يعني دي زي اكاديميه اهي. ماشي، عايزه اشوف موقع مثلا بيبي ستور. ماشي، دي حاجه لملابس البيبي. عايزه اشوف سيمبل ناتشرال، لو انا مثلا عايزه حاجه عن الطبيعه، موقع هحكي حاجات عن الطبيعه. ماشي، عندي حاجه، يعني بص انت بقى اختار شوف ايه هي الاشكال بتاعه التمبلت دي اللي مناسبه شغلك انت بتشتغل في ايه. هنا اهي اونلاين هيلث كوتش. ماشي، هنا الشكل ده، الشكل اللي انت هتختاره هو اللي هيتحط على الموقع بتاعك. هنا كوفي شوب اهي. ماشي، عندي ارتست. بص يعني هو حاطط حاجات كتير جدا، انت هتشوف ايه هو الشكل اللي يعجبك وتبتدي ان انت تختار منه. طيب مثلا نختار اللي هو اكاديمي بقى، بما ان احنا هنا اكاديمي، هاجي هنا واختار ليرن داش اكاديمي. ماشي، هضغط عليها بالشكل ده، فبيقول لك ان دي الصفحات اللي هتبقى عندك. الصفحة الرئيسية اللي هي الهوم، صفحة الاول كورسز اللي هي الكورسات المتاحة عندك، صفحة اباوت طبعا اللي هي ماذا عنك، وصفحة كونتاكت اللي هي اتصل بك بنا. طيب هبتدي مثلا، خلاص انا اخترت الشكل ده، وهقول له بيرفيو اليرن داش اكاديمي، ورهولي كده الاول قبل ما انا ما اختاره. تمام، هبتدي ان انا اشوفه اهي بيحمل معايا، فانت هيبقى شكل الموقع بالشكل ده اهو. ماشي، ليرن داش اكاديمي فيو اول كورسز، فيو كورسز. ماشي، من هنا اهو طبعا دي بقى هتبقى زي نبذات عن المكان بتاعك، نبذة عنك. most popular courses، اسامي الكورسز بتاعتك. تمام، يعني ده هيبقى الشكل العام بتاعه.
تمام، هو يعتبر كويس برضو. اشوف اللي هو الصفحة بتاعت الاول كورسز. اهي، طب نشوف اللي هي ايه about. طبعا دي هتبقى ماذا عنك، ونبتدي ان احنا نملاها. contact دوت هيبقى اللي هو اتصل بنا، ماشي. وادي هو حاطط لك ايه برضو contact form، وهنتعلم ازاي ان احنا نهيئه. my account زي كونتاكت برضو، تمام. خلاص ارجع للموقع بتاعي تاني. عجبني، تمام. مش عجبني ابتدي ان انا ارجع تاني واختار واحد تاني، اضغط عليه بالشكل ده، اقول له امبورت كومبليت سايت. هيبتدي ان هو اشوف يبتدي يعمل امبورت، فبيقول لك لازم تنزل البلاجنز دي على اساس ان انت تقدر تشتغل على الايه التمبلت ده، تمام. هقول له سكيب اند امبورت، فبيقول لي امبورت كوستمايز سيتنج وامبورت ويدجت وانستول ريكواير بلجن، يعني هو هيعمل لك انستول اهي للبلجنز اللي هو عايزها. واقول له امبورت كونتنت، ماشي امبورت كونتنت، وانا هبقى اغير فيها مفيش مشكله. طب واقول له امبورت، بص كده بيبتدي يعمل انستولينج بلجن الاليمنتور، وبيعمل امبورتنج للايه للويب سايت بتاعك. بص اهو، لازم استنى ما يخلص كل الامبورت بتاعه. بص كده بيعد معاك اهو، الكونتنتس كمان بيعمل لها امبورتنج. تمام، خلص هو كده بيقول لك انا كده خلصت imported successfully view site. هبتدي ان انا اشوف السايت بتاعي، ظاهر اهو نفس السايت اللي احنا مختارينه بالشكل ده اهو، تمام. طب انا بقى عايزة ابتدي ان انا اغير في الحاجات دي على حسب الويب سايت بتاعي اللي انا ببنيه.